بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، نحن مع بعض من صفحة 102 من كتاب جينيال مراجعة والامتحانات سنة أولى. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تعال الخامس، محافظة الدهلية، صفحة 102، بيقول لي ولاء بتقول سالو صفا اهلا كيف حالك؟ اماني قلت لها بخير كيسكو سي ما هذا؟ قلت لها انه سوا بور لانيفرسير لعيد ميلاد زميل. قلت لها كومون ان سابيل ما اسمه؟ قلت لها ام اسمها، قلت لها زينب، هي عندها 13 سنة وعيد ميلادها انه متى؟ قلت لها 5 ديسمبر. هذه الوثيقة تكون ديالوج حوار، إنه عيد ميلاد زميلة اللي هي زينب. زينب اتولدت كم ديسمبر؟ 5 ديسمبر. زينب تكون الولاء، تكون زميلة. أخذ كلمة كوبن. بونجور، صباح الخير، جيتي بغزنتي أقدم لك ميزمي كوبن زملائي. سلمى زميلة مدرسة، إنها لطيفة وأردنية منظمة. أيا جارة في الحي، إنها سغيان بشوشة ورائعة. هشام زميل تنس، انه انتليجون ذكي وعنده كثير من الاصدقاء. دمار والكلب، هشام يكون سوسيابل. سلمى وآية، سلمى وآية يكونوا هم في صفة فيهم اللي هي سمبا مشتركين. آية ومروة، آية ومروة يكونوا، آية ومروة يكونوا زملاء. أدي آية وأدي مروة يكونوا زملاء في الحي، يبقى زملاء كارتيير. مروة وهشام، مروة وهشام يكونوا ديكو بندو تنس، يكونوا زميلين. بوغ بزنتي لكي تقدم انفازين جارتك، انت هتقول انه جون، انه جاري، انها هي كمليا، اخوتها هي كمليا، انها موا فوازين جارتي سارة، يبقى هي اللي تحت احسن. اخد اللي تحت احسن، لان هنا كاميليا تنفع بس سارة اقوى، لان جايب كلمة جارة. تي ديمان تطلب من زميلك صناج عمره، انت هتقول له تي اكي لاج ما عمرك. بوردكري لكي تصف اوبجي يعني شيء، انت هتقول انها تغوص مألمة رمادي، وصف شيء أخدت على طول. وستين تابلو إنها سبورة، الاتنين ينفعوا. لكي تصف شيء أنت هتقول إنها مألمة رمادي، إنها سبورة، الاتنين ينفعوا بس دي الأقوى عشان فيها وصف. طيب تونا مي زميلك تي ديماند يطلب منك لاكوليغ لون الممحاة، انت هتقول له انها سوداء عشان الممحاة مؤنث. تونا مي زميلك تي ديماند يطلب منك كيسكو تي اد انت تغوص ماذا يوجد في مألمتك، انت هتقول ادور فوت قلم سبورة. بور براندر كونج لكي تودع انت تقول شاو. تي تي بغزنتي انت تقدم نفسك الى مدرسك، انت هتقول مواسي احمد سالي. يكون رومانتيك عاطفي، هنا او اس بس يبقى مع التي، انت تكون عاطفي. اوردناتير الكمبيوترات جامعة، اخد ال او اس اللي بتاعت الجامعة معاها صب اللي نهيتها او ان تي. اكتيفيتي نشاط مفرد مؤنث، اخد كل التاني. سامية وعلي دول جمع مذكر طالما واد وبنت، باخد بافارد اللي نهايتها اس بس. عمر عنده مضرب، المضرب مؤنث، اخد ان. احمد اتولد في يناير، الشهور بتاخد حرف الجر دو، تاخد حرف الجر ان. كلاج مع عمر الفو معاها افي اللي نهايتها وزد. سالو سلام كومون صفا، هقول له سلام صفا بيان، انا بخير. متى انت اتولدت؟ هقول له جيسوي، انا اكون ني اتولدت لو 15 مثلا مارس.
ماذا أنت لا تحب في المدرسة؟ هقول له جيني يمبا، أنا لا أحب لا أنجلي إنجليزي. برزنتم كوبين، قدم زميلك اسمه ميولو يومه المفضل. هقول له جي أنا عندي أنكوبين زميل إلصابيل هو اسمه علي، هو يحب التنس، يوم المفضل هو إيم، يحب لولون ديوم الاثنين، وهو يكون سوريان بشوش. محافظة البحيرة كاتب لي بيقول لي بونجور مش مي شير إليف، تلاميذي الأعزاء صباح الخير. جي سوي لو نوفو بروفيسور، أنا مدرس الفرنساوي الجديد. جي مي بريزنتي، أقدم نفسي، أنا اسمي مسيو هاني، عندي 46 سنة، أنا عاشق كرة القدم، عندي ابن اسمه عبده، هو عنده 16 سنة، هو يحب أن يكون إنجينير مهندس مثل من أنكل مثل عمه عمر، يبقى عمر أخو الأستاذ هاني. إيه إم فيا وبنت اسمها علا، يبقى عنده واد وبنت، هي عندها 12 سنة، هي تحب أن تكون مدرسة، هي تكون انتليجنت ذكية ورائعة مثل سونفرير مثل أخوها. مسيو هاني عنده كم سنة؟ هو قال 46. كونسيس مسيو هاني عنده دون فون طفلية، علا تكون انتليجنت ذكية. مين يحب كرة القدم؟ مسيو هاني. القطعة التانية بيقول لي سلو سلام ميتيلدا، فواسيها هي حجرتي، إنها كبيرة، إبيان رانجي وأردني ومرتبة ومنظمة، أنا عندي بيرو مكتب وكرسيين وكمبيوتر وكنبة، سيغمون بيرو على مكتبي، إليا يوجد مضرب ماكيت نموذج لمركب، إيام براسولي وصوار برازيلي، لعيد ميلاد مونكو بين زميلي بتاع التنس كريم. هو تولد 25 مارس، إنه رائع وعاطفي لكنه تمد خجول مثلك، يبقى مثل مثل سامي اللي بيقول. سامي يحب، هو قال عيد ميلاد زميلي بتاع التنس، يبقى بيحب التنس. على المكتب يوجد براسولي برازيليان، صور برازيلي، هو قال أساور ده صور واحد، يبقى قال على المكتب يوجد صور برازيل لعيد ميلاد زميلي، إنه تولد في كذا، ماكيت نموذج لمركب، يبقى خد نموذج لمركب هي اللي صح، ليه ما خدناش دي؟ عشان دي جمع، هو أصلا صور واحد، يبقى الأخيرة هي اللي جمع، هي اللي صح. كريم تولد كم مارس؟ 25 فان سانك. متلدة تكون، تعال ندور، قالك خجولة، يبقى تمد. تي ديكري، انت تصف اوبجي شيء، انت هتقول انه اخي، انه تيو، انه زميلي، انها مقلمة، طالما وصف شيء يبقى غير عاقل اخد انها مقلمة حمراء. تي ميرسي، انت تشكر زميلك، انت تقول ميرسي شكرا. تونامي زميلك تي ديماند، يطلب منك تنقاش عمرك، هو هيقول، هو زميلك اللي بيسأل عمرك هو اللي هيقول، يبقى سؤال اقول له كلاج تي ما عمرك. تونامي زميلك تي ديماند، يطلب منك كيسك إليا، ماذا يوجد في مقلمتك، انت هتقول له جي ان كرايو، انا عندي قلم رصاص. تي بغين داكونج، انت تودع زميلك، انت هتقول اوريفوار، الى اللقاء. تي ديماند، تطلب من مدرسك اسمه، انت هتقول له كومون فو فو زابلي، او كومون فو زابلي فو، ما اسم حضرتك. بورتي بغليلك، يتكلم عن لونك المفضل، ماذا أنت تقول؟ هقول إنه الأحمر، إنه محمول بتاع مها، إنه محمول مذكر بتاع ندى، أخد لو. محمد إيني، يتولد في يناير، أخد أن. الجو نوت لو فرنسي، اخد دي تيست، اشمعنى دي نهايتها بدايتها ودي بدايتها ودي نهايتها اس، دي ما تنفعش عشان تصريف، والاثنين ده هما بدايتهم حرف متحرك، كاتب المفروض جي ابوستروف. اميره تكون مو مو
مونامي، اشمعنى؟ عشان أميرة مؤنث، صديقة مبدأة بحرف متحرك، بتعامل معاملة المفرد المذكر في صفات الملكية. أما دي كانت المفروض تاخد ما، ودي كانت المفروض تاخد ما، ودي كانت المفروض تاخد ما. سي إيه من هذا؟ هقول له كي سي إيه. أليكس عنده ماكيت نموذج لمركب، أخد إن عشان نموذج مؤنث. نيكولا يكون سوسيابل، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. نظلوه كلوب، نحن نذهب إلى النادي كل جمعة، الجمعة كل أيام الأسبوع مذكر، أخد تو عشان جمع. كومون صابيل توم في غير ما اسم أخوك، حول إيه صابيل؟ هو اسمه علي. كلمة تير أي مادة هو يحب؟ هقول لك هو إيم يحب لو فرنسي، الفرنساوي. أي رياضة هو يفضل؟ أقول إيه البرفير، هو يفضل لو تنس. قدم زميلك الفرنسي، هقول جيان عندي أنا مي فرنسي، صديق فرنسي. إلصابيل هو اسمه جون، هو عنده 15 سنة. الإيم هو يحب لو نوار، الأسود، وهو يكون سوسياب، هذه شخصيته. امتحان السلام محافظة الفيوم، بيقول لي سلو سلام جومابيل، أنا اسمي بيير، أنا عندي 15 سنة، أسكن في باريس. جيان سيبك وبين، أنا عندي زميل نت مصري اسمه أمير، 16 سنة، إنه رائع وإنتليجون، ذكي. نوز ادور، نعشق شاطر التواصل اون فرنسي بالفرنسية، هو يحب الموسيقى ايلو باسكت والسلة، هو يكره العاب الفيديو. مو انا جادور، انا احب لو باسكت السلة. ايلو تياتر المسرح، لكن جي دي تيست، انا اكره السينما. امير يكون، لكنه سيمبا وانتليجون، يبقى اخد سيمبا. بيير بيكره، لكن أنا أكره السينما، بيكره السينما. أمير عنده، هو عنده 16 سنة، يبقى سيز. الجملة اللي جاية بيقول لك أمير يكون نقط بير، أمير يكون زميل النت، يبقى أخد سيبا كوبن. معانا إنها لورا، أنا عندي 16 سنة، أسكن في باريس. أنا عندي أخين، أنا أعشق المدرسة الثانوي، لكن أنا أكره الإنترنت. جاءت غواكو بين، عندي 3 زميلات في الفصل، ماريا وصوفيا وسيسيليا. ماريا اجتماعية وسمباتيك، هي أيضا زميلة سلة. صوفيا وسيسيليا يكونوا باتيون صبورات واجتماعيات، هي تحب الموسيقى، هي تكره لوزبو الرياضة. بيقول لي في الجملة الأولانية سيسيليا تكون زميلة، تعال ندور على سيسيليا، أنا عندي زميلتين ماريا وصوفيا وسيسيليا. طيب أدور لحد ما ألاقي سيسيليا، تكون صبورة، هي تحب الموسيقى وتكره الرياضة. أنا عندي زملاء فصل، يبقى زملاء فصل سيسيليا تكون زميلة فصل. لورا عندها، تعال ندور على لورا، أنا اسمي لورا، عندي 16 سنة، يبقى سيز. صوفيا وسيسيليا لا يحبون، هم رائعات، هم أيضا زملاء فصل، لكن هم لا يمارسون، لا يكونوا، هم لا يحبون الرياضة لوزبو. ماريا تحب، أدور على ماريا اللي هي البنت التانية. ماريا تكون اجتماعية ولطيفة، هي تكون أيضا زميلة سلة، يبقى بتحب كثيرا السلة. قال لك اجتماعية، يبقى عندها كثير من الأصدقاء. تيدي مام تطلب من زميلك صناعة عمره، انت هتقول له كلاش تي مع عمرك. زميلك تيدي مام يطلب منك تونجو ميولك، انت هتقول له جي ام لا موزيك، احب الموسيقى. تي صليتون امي، انت تحيي زميلك لومتان في الصباح، انت هتقول ما تيجي تحيي زميلك في الصباح هتقول له بونجو، صباح الخير.
تنمي زميلك تي ديماند يطلب منك سي اي كي او كي سي اي من هذا؟ انت هتقول له انه حاجة عاقل اخد من فازنجاري. تي بغندر كونج انت تودع زميلك، انت هتقول له شاو سلام. تنمي زميلك تي ديماند يطلب منك المنحاة انها ماذا؟ انت هتقول له انها اوبجي، شيء ولا مادة ولا لون ولا شخصية، باخد انها شيء. تي بريزنتين تقدم نفسك الى زميلك، انت هتقول سيم وسامي انه انا سامي. كلاج اتو سير، تصير بتساوي الضمير ال يبقى معاها حرف الا بس. ما بار لتتكلم فرنسي الاولاني اللغة، انه انبوب لاصق مذكر، اخد ان الاولاني. جيران عندي كان ذو 15 سنة و إتوا وأنت. منى دوغا طاشك، أيام الأسبوع كلها مذكر، أخذ اللي هو. لزليف التلاميذ نقط، لماس الرياضيات التلاميذ جمع بتساوي الضمير ال، يحبون الأخرني. يكون تون نم اسمك، كليتون نم ما يكون اسمك الاسم مذكر. سيليني اي عنفوت عندها قلم سبورة مذكر، اخذ جون يمشي مذكر ويمشي مؤنث، الباقي مؤنثات. كيف حالك؟ هقول له صافا بيا. اين تسكن؟ هقول له جابت انا اسكن اوكي في القاهرة. كل اسبوع اي رياضة تحب؟ هقول له جي ام انا احب لو تنس. دقري صف حقيبة ظهرك ماذا يوجد فيها؟ استخدم العناصر الألوان أو اللون، المقلمة، أوبجي، شيء، أشياء. هقول له جيان عندي أن جان ساك أدو إلي روج نا حمراء اللي يوجد دي ليفغ كتب دي كيه كراسات اي ان بتت تغوص مقلمة صغيرة نوار سوداء. محافظة انا كيسكتي اه ماذا عندك؟ دانتون صك في حقيبتك. كارولين قالت انا عندي كراسة وكتابين وثلاثة اقلام جاف. روبرت قال مو انا عندي ملف وأقلام رصاص وسيزو مقص. أنطونيو قال أنا عندي فوت قلمين سبورة وتلك غيو براية ومسطرة. كالورين وأنطونيو يكونوا إليف تلاميذ. كارولين عندها في حقيبتها، يعني كارولين عندها ديك غيو، لا دي ليفغ عندها كتب، اه عندها كتب. نقط عنده دوسيه، مين اللي عنده دوسيه؟ قال له روبرت. انطونيو عنده فوتغ، انطونيو عنده دو فوتغ، يبقى قلمين، يبقى كل الاجابات او كل الاختيارات كانت بي. جو بين انا يوسف، اسمي يوسف رضا، جابت انا اسكن في انا. انا اكون نسيان طالب، انا احب الفرنساوي والرياضيات، انا لا احب التاريخ. جيادو كوبين عندي زميل اليكس يكون زميل نت فرنسي، انه اجتماعي. ورامي يكون زميل كرة قدم، هو يكون صرصار. يوسف يكون مصري. يوسف لا يحب، انا لا احب التاريخ. رامي يكون يوسف زميل يوسف. نقط صرصار، من اللي صرصار؟ قال لك رامي. ديري ميرسي، انت تشكر زميلك، انت هتقول له ميرسي. بوغ دوماندي، لكي تطلب اسم زميل، انت هتقول له كومون الصابيل، كليتو النوم، ما اسمك. تي ديكري، انت تصف لو كاركتري شخصية زميلك، انت هتقول ليه سوغيان انه بشوش. تي بريزنتيان، تقدم نفسك الى زميلك، انت هتقول
مو انه سامي. تي برين دار كونج، انت تودع زميلك ماذا انت تقول؟ حتقول له اوريفوار، الى اللقاء. تي بيرزنتي او تي بيرزنتي، انت تقدم زميلك ماذا انت تقول؟ زميل مذكر، حقول له ها هو مونامي، صديقي نبيل. تونامي زميلك، او انت تطلب من زميلك لدى تاريخ عيد ميلاده، انت حتقول له كنت ايني، متى انت تولد. ها هي ماريا، لا فوازين، جارة. جيان عندي، انا مي، صديق. سوسيابلي، مش مذكر ومش مؤنث. إلصابيل كومو، ما اسمها. سي، انه قلم فسفوري، فسفوري مذكر، اخذ آه. ماريا عندها ادوات عدة، اخذ حرف الا بس، فيرب افوار. سامي يكون مدرس، سامي يكون فيرب اتر، اخذ اي. منوعة يكون فرنسية، ادي مؤنث. وقبل مون يبقى عايز كلمة مؤنث مبدوءة بحرف متحرك، ادور اخذ امي، صديقة. سي انه نوت، انه كماز، ما هذا. سي كوا، كومون صافا، كيف حالك؟ حقول له صافا بيا. تياكي لاج، ما عمرك؟ حقول له انا عندي 15 سنة. عيد ميلادك انه متى؟ حقول له جي سويني، انا تولدت لو 15 مارس. قدم زميلك الجديد الى اسرتك، العمر، الجنسية، الميول. هقول له جيان عندي ان نيفو، زي ما هي جاية، كوبان. إلصابيل هو اسمه علي او اسمه جون بقى عشان نقوله فرنسي. هو عنده، هو يكون فرنسي، فرنسي. هو عنده 15 سنة، كان زو. وهو ايم، يحب لو تنس. امتحان التاسع، محافظة السويس. بيقول لي دان لشامبر دو هاني في حجرة هاني. رامي بيقول له كسكو سي هاني، ما هذا هاني؟ قال له انه ان ماكيت، نموذج لمركب. رامي قال له جادوغ، انا عاشق لي ماكيت النماذج. هاني قال له انه بو نوتر كمرات، زميلنا مراد، عيد ميلاده 5 مارس. وهذا الصور انه بوركي، لمن؟ انه بور مونكوبن، انه زميلي الفرنسي نيكولا، 12 مارس يكون عيد ميلاده. أدور بيعشق الماكتات، ده رامي. رامي وهاني يكونوا دوكوبن. فين حتة ضلنا مزوم في المنزل عشان هما في حجرة رامي. لانيفيرسيير دو نيكولا، عيد ميلاد نيكولا يكون نقط مارس، يبقى دوز مارس، 12 مارس. نيكولا يكون ايه لهاني؟ قال انه صديق الفرنسي، باكوبين. جومابيل، انا اسمي ميتيلدا، انا اكون فرنسية، عندي 16 سنة، انا اكون تلميذة في مدرسة فيكتور هوغو. جي سوي اون برميير انيان، في سنة اولى ثانوي. جي سوي سوسيابل، انا اجتماعية، اي رومانتيك، وعاطفية. جي في، انا عايش في باريس مع والدي واخويا. جو عنده 12 سنة، انه رائع ورياضي، هو يحب أن يلعب كرة قدم. أنا أبحث عن مراسلة مصرية، زميلة نت مصرية. جون عنده، هو قال جون عنده 12 سنة. أخد كلمة 12 اللي هي كلمة دوز. الجملة اللي جاية، في الأسرة بتاعت ميتيلدا اللي هي يوجد كم شخص؟ هي قالت ميتيلدا وأبوها وأمها طبعا، قالت 3، ادي الوالدين، وادي اخي، يبقى 4، يبقى اسرتها فيها 4 اشخاص. كاتغ برسون، جون يحب ان يلعب كرة القدم وفوت. ميتيلدا تكون جسوي، ميتيلدا انا اكون فرنسية، اخذ الاولانية. تيديكغير، ده تصف شيء، انت هتقول انه ما قم ممحاه. تير ميرسيان، تشكر زميلك.
انت هتقول له جي تي مرسي، انا اشكرك كثيرا. تطلب من زميلك ماذا هو لا يحب في المدرسة، هو هيقول جي تي تستي لا جغرافيا، اكره الجغرافيا. تبغين دار كونجنت تودع زميلك، انت هتقول ابلو سلام. تونكو بين زميلك تيدماند يطلب منك سي اي كي كسكيليا او سي اي كي، انه ماذا يوجد في معلمتك، انت هتقول يوجد اقلام ومحاة. بوغدير لاج دي طاب وفسي لكي تقول عمر مدرستك، هتقول انت هتقول هي عندها 30 سنة. تكسر بمية انت تعبر عن ليجو ميول زميلك، انت هتقول له زميلي يكون سوسياب، زميلي يفضل له فوتبول كرة القدم. ادي ميول زميلي، زميلي يفضل له فوتبول كرة القدم. انه فوت قلم سبورة بتاع قلم السبورة مذكر، اخذ الاولى. لصاق دو كاميليا حقيبة كاميليا تكون روج حمراء، هي دنافي اخد ان ابصرف. نو دي كمراد، نحن عندنا زملاء ونحن نكون زملاء، لك نحن نكون زملاء. اي سي من هذا، حقول له كي اي سي من يكون هذا. الفو معها افي الاولاني التانية. انه بورسي لي سلسلة مفاتيح او ميدالية مفاتيح، سي اي بتاع مفرد باخد اج عمر تصير اختك، العمر مفرد مذكر اخد كل، ماليش دعوة باختك، ليه دعوة بكلمة العمر. كيسكتي دانتون ساكا دو، ماذا عندك في حقيبة الزهرة، اقول له جي انا عندي دي ليفغ كتب، اي دي كاير وكراسات. كمو إليه كيف هي تكون، أقول له إليه نوار إنها سوداء، أو إليه جروند إنها كبيرة. مثلا أقول إليه جروند إنها نوار سوداء، يبقى كان عايز حجمها وكان عايز لونها. قدم نفسك خدناها كتير، خش على الامتحان لورا. حافظ السوهاج من هشام 56 إلى تيو، الرقم بتاعه برزنت دي زمي، قدم أصدقائك. جيتي برزنتي، أنا أقدم لك مي زمي أصدقائي في الفصل. إنه علي عنده 16 سنة، وإنه هو يكون آن كوبين زميل تنس. اللي انتروجونت إنه ذكي، إيه سويا ما بشوش. إيه أمينة، وأمينة هي تكون إن فوازين جارة في الحي، هي تكون سوسيابل اجتماعية وسيمبا رائعة. هي تعشق لباسكت السلة، وإنه أحمد إنه كوبين زميل فولي كرة طائرة. هو خجول وارو مأجرمون شره، وهو يحب سي بروفيسي مدرسيه. وأنت عندك إيه أصدقاء قبله سلام. هشام يقدم جي تي بوزن، تقدم لكم زملاء. يبقى دوكو بنت، هنشوف ادي عالية دي واحد ماشي مع الجملة، وادي امينة اتنين اجتماعية، وادي احمد تلاتة خجول وشره حب زملاء. يبقى تغوا امي 3 اصدقاء، سيزمي اصدقاء يكونوا الاف تلاميذ. ادي 16 زميلة حي في المدرسة، انهم مدرسين اولاد تلاميذ، اولاد وبنات. هو ما قالش في التانيين تلاميذ، فهناخدوا اولاد وبنات. امين، بس المفروض ده كانت تبقى مؤنثة ان في، بس تمشي كده برضو مش غلط. امين امينة تكون، تعال ندوروا على امينة، تكون زميلة حي اجتماعية ورائعة. يبقى سوسيابل. هشام يكتب إلى تيو، يبقى أخد الأولانية. سلو سلام جمعة بيل، أنا اسمي أحمد وعندي 15 سنة، أسكن في سوهاج، أفضل الكرة الطائرة وكرة القدم. أنا لا أحب العلوم جادوغ، أنا أعشق الفرنساوي. جي ديتست الأنجلي، أكره الإنجليزي. جي إن كوبين دو كلاس، عندي زميل في الفصل اسمه علي يحب التنس.
طيب، لكنه يكره السلة. هو يعشق التاريخ والجغرافيا، وهو يلعب جيدا أو يعزف جيدا على الجيتار. أبلو سلام. أحمد ماشي، عنده كم سنة؟ 15. يبقى خد كنز. أحمد لا يحب، قال أنا أفضل الكرة الطائرة. أنا أعشق، أنا أكره الإنجليزي، باخد الإنجليزي. طب وإيه كمان؟ أنا أكره الإنجليزي، ليس عندي زملاء في تنس. ده علي. علي لا يحب، أكره السلة. أحمد يحب لو فرنسي الفرنساوي. علي يكون زميل كلاس، زميل فصل. تيتي بريزنتي، أنت تقدم نفسك إلى مدرسك، ماذا أنت تقول؟ هتقول مو أنا إنه علي. تي بغندر كونج، أنت تودع زملائك، أنت هتقول لهم أو ريفوار، إلى اللقاء. تي دومان، تطلب من زميلك ساكولير لونه المفضل، هو هيقول لوفير الأخضر. تي دوماندين، تطلب من زميلك سونأج عمره، ماذا أنت تقول؟ هقول له تياكلاج مع عمرك، تنقاش تيكوا عمرك إنه ماذا. تنمي زميلك عنده كثير من الأصدقاء، أنت هتقول إلي سوسيابل إنه اجتماع. تي ديمان، أن تطلب من زميلك لداد دي سون أنيفرسير، تاريخ عيد ميلاده، أنت هتقول له كونت تي إني، أنت تولدت متى؟ تي إني كونت. زميلك تونمي زميلك يطلب كومون سافا، كيف حالك؟ انت هتقول له سافا بيان ميرسي، انا بخير شكرا. تونمي زميلتك هي اسمها، دي زميلة مؤنث، يبقى خد ال الاخرانية. هدى تكون ماسير يعني اختي، انه ستيلو وقلم جاف، اخد ام. ما كيير كراستي، تكون روج حمراء. جو نوات سبورتيف رياضي، جو سوي. يكون لادات دي تون انيفرسير، تاريخ عيد ميلادك، اخد كل التانية. سي لا رجل، انها مسطرة حمدي، يبقى اخد لا عشان مسطرة مؤنث. يكون ستيفان، يبقى كيف يكون ستيفان، اخد كومو. ما اسم جارتك؟ هقول له هي صابيل اسمها مها. كيف هي تكون؟ هقول له هي تكون سوسياب اجتماعية. وأي لون هي تحب؟ أقول له هي إيم تحب لو روج الأحمر. قدم أبوك وشخصيته، هقول له مبير أبي صابيل اسمه علي، هو عنده 55 سنة. هو يكون سوسياب اي سوريانت وبشوش، هو ام يحب لا كتير القراءة. كسكتي ام، ماذا تحب او لا تحب؟ خديجة 15 سنة بتقول جي ايه، انا احب الرقص والموسيقى والرسم، واعشق كثيرا الكلام مع زميلاتي. انا اكره الرياضيات. عمر عنده 15 سنة بيقول انا احب كرة القدم والتنس، انا احب كثيرا تصفح سير انترنت على الانترنت. جيني ايه بالوس يانس، انا لا احب العلوم والجغرافيا والرياضيات، ما بحبش ال3 مواد. خديجة لا تحب، قالت أنا أكره الرياضيات. عمر يعشق، عمر يحب التصفح على الإنترنت، بس يفير في الإنترنت. عمر عنده 16 سنة، أخد سيز. خديجة تكون قالت أنا أعشق الكلام كثيرا مع الزملاء، يبقى تكون بافاغ صرصارة. سلو سلام منامي، صديقتي مها. كومون سافا، كيف حالك؟ جيان نوفو سك، كان عندي حقيبة زهر سوداء، في الحقيبة 8 كراسات، 5 كتب، مقلمة صفراء. في المقلمة يوجد 3 أقلام رصاص.
وقلم جاف واحد ومحاة واحدة وبراية روز وردي. أنا عندي أيضا قلمين تحديد أو قلمين فسفوريين أزرق وأحمر وبرتقالي. إلى اللقاء، ده مروة. ما تكون صديقة مروة، أخد كلمة كوبان. مروة عندها كراسات، أدور على كلمة كراسات، طلعوا 8، يبقى أخد كلمة ود. لسولاني الأقلام التحديد بتاعت مروة تكون بلو أوروج، بلو أوروج، بلو أورانج، بلو أورانج، أخد التانية. تكون وردي، قال لك اللي هي الطول قايول براية. تصليان انت تحيي المدرس لصواغ في المساء، انت هتقول له بون سواغ مسيو، مساء الخير سيدي. انا مي زميلك تي دوموند، زميلك تو دوموند يطلب منك اسمك، انت هتقول له جومابيل او جومابيل مصطفى. انكو بين زميلك يحب كثيرا ان ياكل، انت هتقول انه جومو شاري. بوغ دمانديه لكي تطلب لا دات دي انيفرسير، تاريخ عيد الميلاد بتاع زميلك، انت هتقول له تطلب تاريخ عيد الميلاد بتاع زميلك، هتقول له كون دو تي اني، متى تولد. زميلك يطلب منك كومون سافا، كيف حالك، انت هتقول له بيان ميرسي، بخير شكرا. عند تصف شخصية زميلة في الفصل، انت هتقول هي تكون سغيان بشوش. تي بريزنتي، انت تقدم زميلك الجديد الى ابوك، انت هتقول بابا انه موكو بين علي، انه زميلي علي. انت تحدد هوية شيء، انت هتقول ادور على حاجة غير عاقل، سي ان سور لوني، انه قلم فسفوري. تونامي زميلك تي ديماند يطلب منك تاكل ايغ بريفري، لونك المفضل، هو هيقول زميلك بيسألك عن لونك المفضل، هو هيقول يبقى سؤال، هيقول لك تاكل ايغ كل كولير تي بريفير، اي لون تفضل. لا شامبر، الحجرة مؤنث بتاعت تكون، الحجرة تكون مرتبة، اخد الاولانية اللي فيها 2 او عشان هي مؤنث. انها الصديقة بتاعت امنية، الصديقة مؤنث مضروبة حرف متحرك، أخد إلا أبوستروف. جو بغفير، أنا أفضل لونوار، هنا بايب بفضل لي، أنا لو أفضل الأسود. إلسابيل اسمه، أقول له كومون إلسابيل، ما اسمه. التو في الفرنسية في المجموعة الأولى بتاخد نهاية أو إس، أدور عليها، قال لك باغ للتالتة، أتكلم كثيرا. السي في الفرنسية مع إيه، على طول وأنا مغمض. ايه التوكيد بتاع الجو؟ قال لك موا جي ار كانزون، انه كرايون قلم رصاص مذكر، اخد ان. لماكيت النماذج جمع، تاخد صوم، تكون برازيلي. تي ايني، انت تولدت اين، الاخيره. جي ار عندي ان نقط ضن سك، انا عندي رجل مسطره. لو بوتا بيرسون، الشخص الإيماب المحبوب، ويكون لطيف، الشخصية المحبوبة واللطيفة سي زامي، أصدقائها. تساعد أصدقائها، بتكلم عن الشخصية مفرد، بتساوي الضمير ال، تاخد نهاية او. جينيم با، أنا لو أحب الرسم، الرسم ياخد ال او، اشمعنى؟ عشان ده فعل ايم، لا يتأثر بالنفي، بياخد معدوم معرفة. محمد 12 محافظة أسوان، بيقول لي من عمر إلى سامي برزنتاسيون، تقديم النفس، سلو سلام. جي سويزي ليف، أنا أكون مدرسة في سيباغ، مدرسة رائعة، أنا أكون تلميذ في مدرسة رائعة، أنا أحب كثيرا مي بروفيسير، مدرسية. جي أدو كوبين، أنا عندي زميلين في الفصل، نادر وصلاح، 17 سنة مثلي، يبقى برضو عمرو عنده 17. نادر يحب لا موزيك، الموسيقى، هو يحب كثيرا الكلام، لكن صلاح يكون رومانتيك عاطفي. ماسير، أختي سارة عندها 8 سنوات، هي تكون جومون شرهة، هي لا تحب الرسم. أبلو سلام دامر. سامي يكون نقط العم، سامي يكون زميل نت. أدور فوازين كوبين أمي صديق فوازين جار، نشوف
انا اكون تلميذ، ادي سامي وادي عمرو، يبقى زميل نت على طول، يبقى اكون صديق. عمرو عنده 17 سنة، يبقى دي الست زي زمايله. مين اللي صرصار؟ تعال نخش مع بعض كده. نادر يحب الموسيقى، هو يحب الكلام كثيرا، يبقى نادر. بيقول لك سارة تحب كثيرا، تعال ندور على سارة. مين؟ لكن صلاح يكون كذا، أختي سارة عندها 8 سنين، إنها شرهة، يبقى تحب كثيرا الأكل عشان هي شرهة مونجي. سلو سلام تولو موند، كل الناس اجوردوي اليوم إنه عيد ميلاد مامي وأمي سهى، هي تولدت 24 فبراير، هي عندها 34 سنة، يبقى الأم اتولدت في شهر فبراير شهر 2، عندها 34 سنة. هي منظمة، هي تنظم انجرام فيت، حفلة كبيرة في المنزل الساعة 8 مساء، يعني الساعة 20. أنا أدعو كل أصدقائي، يقول سيف في المدرسة، هم يحبون كثيرا الغناء والرقص. إيه مانجير دي جاتو، ويأكلوا جاتو. رامي وهانا أبغتي يحضرون دي جولي، كادو هدايا جميلة. جادو غنى عشق الحفلات ترانا. إنه عيد ميلاد الأم اسمها سهى. نعمير دورنا، أم رنا عندها 34، ترونت كاتر، أدي ترونت كاتر 34. لافت الحفلة تكون شي رنا، عند رنا. رنا نوع الحفلات، تحب كثيرا الحفلات. تي برزنتين تقدم زميلة، انت هتقول ها هي منى، ادي زميلة. تنمي زميلك ني باغ لبابي كولا، يتكلم كثيرا، انت هتقول انه تمد خجول. تي دمان تطلب من زميلك صناج عمره، هو هيقول جي سيزان عندي 16 سنة. تي اكسبيرمي انت تعبر عن ميولك، انت هتقول جادور لالي كتير، احب القراءة او عاشق القراءة. تدكري أنت تصف تونك وبين دو فوتبول، زميل كرة القدم، أنت هتقول إليه أردني إنه منظم. طيب غندر كونج، أنت تودع زميلك، أو أنت تودع، أنت هتقول لزميلك، هتقول له أوريفوار، إلى اللقاء. تنمي زميلك تي دوموند، يطلب منك التاريخ بتاع ميلادك، هو هيقول تونان فيرسير، عيد ميلادك إنه متى. تيتيم فورمي، أنت تسأل عن شخصية زميل، أنت هتقول كيف هو يكون أخذ الأولانية. تنكوبين زميلك سيم فورمي، يسأل عن تنم اسمك، هو هيقول لما زميلك يسألك عن اسمك، هو هيقول تي طابيل كومو، ما اسمك. لجارسون الأولاد جمع دو سكة حقائب، يبقى عندهم حقائب أخذوهم. صوم بافاردي، أكون وصير صارات، أخد قلة بتاعت المؤنث. نيكولا عنده بورسلي، ميدالية مفاتيح، أخد أنا عشان مذكر. معصير أختي تحب الأنشطة، الأنشطة جمع مؤنث، أخد مانيال الأولاني. مونفرير أخي أكرم، يكون تمد خجول، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. جو بريزنتي مون بروفيسير دو فرونسي، انا اقدم لك، يبقى اخد تو. انه بورد بارتابل محمول مذكر، اخد ال او. جو معاها موا، جو موا على طول. اجل عمر، اخد كل بتاعت المفرد المذكر. فيرب اتر في الجملة اللي جاية بين النفي، لا يتأثر فيرب اتر بالنفس والكتاب، والكتاب مذكر، اخد ان. خلي بالك تمشي مؤنث، يبقى اللي حط الامتحان يخلي باله ان كلمة ليفر تمشي جنيه، يبقى مؤنث ياخد ان، ويمشي كتاب يبقى مذكر ياخد ان. وهنا ما حددتش، انا هاخد ان وخلاص، مع ان مش غلط.
تكون دينا، يبقى سي دينا، إنها دينا. جمع بين أنا اسمي مارك و إتوا وأنت. صافا أخذ كلمة كومون، صافا كيف حال. امتحان 13 محافظة بني سويف، من منى سامي إلى علي عمر، برزنتاسيون تقديم النفس. سلو سلام، جمع بين أنا اسمي منى، أنا عندي 16 سنة، أنا أذهب إلى المدرسة الثانوية الحرية في القاهرة. جيني إمبا، أنا لا أحب الكلام، أنا أكره الموسيقى بتاعت الراب، لكن أنا أعشق لموسيقى الموسيقى الرومانتيك الرومانسية. كم مبير مثل أبي، أنا عندي أخت جميل توا، هي اسمها بسمة. يوم الجمعة إنه عطلة، كم شي توا مثل عندكم في طنطا، مثل عندكم في طنطا، يبقى عادي ده من طنطا ماشي، ودي في القاهرة. لو ما تم في الصباح، جي في كلوب، أذهب إلى النادي بورجوي لكي ألعب تنس، ولسوا في المساء أذهب للسينما مع أمي. في المدرسة أنا أدرس فرنساوي وإنجليزي، أتمنى أن أكون مدرسة فرنساوي. شاو سلام منى. دوبير دو علي، أبو علي اسمه عمر. منى تكون، هي قالت جنين بابا غلير، أنا لا أحب الكلام، يبقى تكون تمد خجولة. بسمة عندها كم سنة؟ أنا عندي أخت توا اسمها بسمة، بسمة عندها 16 سنة، باخد سيز. الجملة اللي جاية، منى وعلي يسكنون أون إيجيبت في مصر. دان لا شامبر دو أليكس في حجرة أليكس، لا شامبر دو أليكس إيه جروند كبيرة، دان ما شامبر في حجرتي. اليا يوجد دا ماريون أخت أليكس، تكلم عن حجرتها بقى. اليا يوجد أم بغو مكتب، سير لو بغو على المكتب، اليا يوجد أوردوناتير كمبيوتر ياباني ماشي. أليكس عنده راكت مضرب، هو يحب أن يمارس، يعمل أساور برازيلية. بور سيكو بين زملائه دو كلاس في الفصل، أنطونيو وكلاود، قطعة صعبة. أليكس أو سي أيضا عنده أيضا إن نوفيل تغوس، معلمة جديدة. افيك دي ستيلو، باقلام جاف واقلام الوان، هو يرسم لا نطير الطبيعه. بالنسبه لعيد ميلاد ماريا يوم 12 يونيو، اليكس افي عمل ماكيت نموذج لماركت كهديه بور العيد ل 12 يونيو. اليوم 12 يونيو بعيد ميلاد ماريا. تولي كوبين، كل الزملاء يحبون اليكس وانا ايضا. أليكس يحب لو تنس. ماريون تكون، إيه لأليكس أخت أليكس. ضل تغوص في المعلمة بتاعت أليكس أون، عنده ديستيلو أقلام. عيد ميلاد ماريا كان في شهر يونيو، وأنا في شهر 6. تيتي مفغمية، أنت تسأل عن تاريخ عيد ميلاد زميل، أنت هتقول تي إيه ني كوند، متى أنت تولد. توم فرير، أخوك اتولد يوم 8/8، أنت هتقول يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس، يبقى في شهر أغسطس، أدور عليها، عيد ميلاده في أغسطس. تي دومان، تطلب من زميلك ساكولير بريفري لونه المفضل، هو هيقول لك جو لوروج إنه ميولي، أخذ رقم بي. تي دومان، أن تطلب من زميلك لأج عمر زميلته، انت هتقول كلاجي ليه مع عمرها. ان تطلب من زميلك وصف حقيبة الزهر، هو هيقول إلي بلو اي جروند، انها زرقاء وكبيرة. زميلك بارل يتكلم عن كثيرا، انت هتقول له انه صرصار. انا مي زميلك تي دماند، يطلب منك انه ماذا ما هذا، انت هتقول حاجة غير عاقل. ستين ساكا دون حقيبة زهر. المدرس طلب من التلميذ اسمه، التلميذ هيقول جوما بيل بيغ، انا اسمي بيغ. تدوغ الفرنسي، انت تعشق الفرنسا، وانت تقول سي ايه ماما تيغ بريفري، انها مادتي المفضلة. تيو نيم لا يحب، دنا في ادني يفضل لبا لا يحب.
اللغة مفرد مؤنث، أخذ كل الأخرانية اكتب عليها لغة واكتب عليها مفرد مؤنث. منى عينية ولدت أم وان، تعبير على بعضه اسمه أم و، يا إما دي أو يا إما دي أبوصروف، ده أكتوبر يبقى أخد دي أبوصروف. جو بيغفير، أنا أفضل لا كوليغ، اللون مؤنث، أدور على حاجة في دول مؤنث، قالك أورانج، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. منكمين زميلي مارك يكون، تمد خجول الأولانية تمشي مذكر وتمشي مؤنث. سيني سون با فيرب أتر، لا يتأثر بالنفي، وبعد النقط جمع باخد دي. يحب لا مزيك الموسيقى، يحب أخد أل للأخرانية. الجمعة جوية ألعب أو تنس أو فوتبول، جمعة نهاية أو. إنه ماذا، أخد ماذا التي تأتي في وسط ونهاية السؤال، قال لك كوا، دي بتأتي في بداية السؤال فقط، دي معناها ماذا برضو. السي معاها ايه، لا تغوص المعلمة، تكون المعلمة مؤنث، أخد مارون، تمشي مذكر ومؤنث وجمع ومفرد، بتمشي مع كله. ستين جم، إنها ممحاة، الممحاة مؤنث، أخد إن. جيسويني، أنا اتولدت تاريخ كامل، التاريخ الكامل بياخد اللي هو. الحمد لله رب العالمين، هكتفي معاكم بهذا القدر، وصلت للامتحان 13، باقي لي إن شاء الله فيديو واحد طويل كمان في الكتاب ده هو. على خير يا رب، أشوفكم بخير إذا كان في العمر بقية، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلال يومين إن شاء الله نكون مخلص بالضبط، خلال الأسبوع الجاي هخلص الكتاب ده بإذنك يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.